علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بتكون هاي السنة احسن على الكل. بحلقة اليوم رح نحكي عن كم موضوع بعالم التكنولوجيا شفناهم السنة الماضية ورح نشوفهم اكتر واكتر بهاي السنة. الموضة الاولى خلينا نسميها تقنيات التلاعب بالواقع، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللي حكينا عنهم بحلقة ماضية بتلاقوها وصف الحلقة. اللي عم نلاحظه هو تطوير المفهوم بنظارات بتنلبس وبتغير اللي عم نشوفه حوالينا لاستخدامات ابسط ويومية اكتر، مثل لعبة بوكيمون جو اللي بتدمج صور ومواقع البوكيمونات بالحقيقة عن طريق كاميرا الموبايل وجي بي اس، ومثل كمان بروجكت تانجو من جوجل اللي بيقدر يفهم ابعاد المكان اللي حواليه بدقة عالية وبيعطي خيارات للتعامل معه، مثل حسابي اثاث الغرفة والاغراض اللي فيها او تجريب قطع عفش بابعادها الفعلية ضمن الغرفة، وطبعا كله هذا على شاشة الموبايل. وفي كمان توجه لمحاولات التأثير على حواس تانية مثل الشم واللمس بهدف توفير تجربة افتراضية متكاملة. الموضة الثانية هي السيارات الذكية. الموضوع بيتخطى تطوير سيارات لمن دون سائق لتطوير تقنيات تواصل بين السيارات بهدف التنسيق وتفادي الحوادث والزحمة، وكمان تطوير تواصل بين السيارات والبنية التحتية مثل الطرق وإشارات المرور ومحطات البنزين. ومؤخرا صار في تقاطع كتير كبير بين شركات السيارات وشركات التكنولوجيا، فشفنا كيف شركات سيارات ألمانية اشتروا شركة هير مابس اللي بتعمل خرائط جغرافية، وكيف جوجل وأوبر نشروا أسطول كبير من السيارات اللي بتسوق لحالها بهدف التجريب والتدريب. الموضة الثالثة هي انترنت الاشياء، كمان حكينا عنه بحلقة ماضية، وكل ما عم نشوف انه صار كل شيء موسوع على الانترنت حتى الغسالة والفرن والاضاءة، بس طبعا لسه في نقص كبير بالتواصل والتفاهم بين الاجهزة المختلفة من شركات مختلفة، وفي مشكلة حقيقية بالامان والخصوصية بهي الاجهزة. عم يحاول الشركات يحلوا هي المشاكل عن طريق راوترات اقوى بهدف يكون الراوتر هو النقطة المركزية اللي بتأمن التخاطب بين كل الاجهزة وبنفس الوقت مسؤولة عن تأمينها ضد الهجمات الخبيثة وسرقات المعلومات الشخصية. بهذا المجال عم يصير تقاطع مع خدمات الذكاء الصنعي اللي بتخلينا مثلا نقدر نتحكم بكل جهاز بالبيت عن طريق الكلام. طبعا في كتير شغلات ما حكينا عنها، برأيكم في شي مهم غير هدول؟ وشو انتو حابين تشوفوا السنة الجاي؟ خبروني بالتعليقات. طبعا بتلاقوا رابط كل شي حكينا عنه اليوم بوصف الحلقة، وإذا عجبتكم لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريا على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.